بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنشرح لكم إن شاء الله وضعيات الإسكال وكم لديها وضعيات اللي هي القمقمة. فالقمقمة في معها وضعيات كثيرة جدا. هنا إسكال أي بي اللي هي انتريور بستريور، بهذا الشكل يكون المريض واقف وبطلع لك صورة الأشعة بهذا الشكل. هذه في الأي بي. وفي معنا كمان اللي هي الأي بي درجة صفر. هنا شوف كيف بهذه الوضعية بطلع لك بهذا الشكل كمان صورة الأشعة. ومعانا الوضعية الثالثة مكانها اسكال بي اي 15 درجة تكون. شوف اتجاه القدم يعني لا تحت تكون كلا دويل. شوف بهذا الاتجاه تكون. شوف التيب كيفه بيطلع لك صورة الأشعة بهذا الشكل. هذه الوضعية الثالثة. ومعنا وضعية مكانها بي ايه 20 درجة إلى 20 درجة إلى 30 درجة، تكون في هذا الشكل. مرض كمان واقف، التيب من 20 إلى 30 درجة كلابيت. ومعك هنا شوف بيطلع لك صورة الأشعة بهذا الشكل. ومعانا الوضعية هنا اكزيال اسكال اكزيال. شوف المريض كيفه، شوف التيب بطلع لك صورة الأشعة بهذا الشكل. هذا إذا كان للقمقمة اللي هي تونس قريشين. أو في معانا كمان الاسكال بي ايه اكزيال بيطلع له بهذا الشكل. في معانا اللاترال، هذا الاسكال لاترال، اسكال لاترال. شوف كيف تيب يكون موازي للراس تماما، يعني يكون مساوي للراس، ما يكونش لا مائل او درجة 45 او شيء، لا يكون بهذا الشكل التيب مقابل للراس، فتكون صورة الأشعة للإسكال بهذا الشكل. هذه في الوضعية اللاترال. فهناك وضعيات كثيرة جدا، لكن الأحسن والذي مطلوبه أكثر ما يطلبه الدكاترة فهي اللي هي الـ AB أو BA واللاترال. هذه الثلاث الوضعيات الذي AB أو BA معنا اللاترال. قد يكون المريض مستلقي أو واقف. صلى الله عليه وسلم وبارك على سيدنا محمد.